السلام عليكم. ان شاء الله بهذا الفيديو راح نقوم بشرح ل 3 دي ترانسفورميشن. قبل ما نفوت بال 3 دي ترانسفورميشن، اخذنا المره الماضيه عن كيف نعمل ترانسفورميشن ل 2 دي ستريس، حيث كان يكون عندي انا مثلا ستريس اكس ستريس واي وشير اكس واي، وانا احولهم ستريس اكس فتحه ستريس واي فتحة شير اكس واي فتحة، حيث كان في عندي معادلات اللي هي ستريس اكس زائد ستريس واي على 2 في كوساين 2 ثيتا، وعلى اخر القول انها طويلة حكيت الفيديوهات السابقة، وحكينا عن زاوية معينة اللي راح تعطينا الماكسيمم ستريسز سميناها برنسبل ستريسز، واشتقيناها كنا بامكاننا نوجدها بدائرة بشيء اسمه مور سيركل. فبالتالي انا بقدر احول من اكس واي زد لاكس بار واي بار اكس بار واي بار، تمام، من خلال العلاقات اللي درسناها سابقا. هسه هذا كان حكي 2 دي، وتعلمنا كيف نحسب البرنسيبال ستريسز. كمان البرنسيبال ستريسز حكينا اما قوانين جاهزه زي الافرج زائد ار او الافرج ناقص ار او الار نفسه اللي هي شير واي ماكس والى اخره. هسه احنا وجدنا طبعا برنسبل بلينز اللي هي ثيتا بي 1 وثيتا بي 2، وجدنا الثيتا عند الشير اللي هي ثيتا برنسبل زائد 45 درجة. هسه نبلش نحكي عن ال 3 دي ترانسفورميشن. 3 دي ترانسفورميشن، طيب هسه اللي بصير عندي هون انه انا لو فرضت عندي هذا المكعب فوليوم اليمنت اكس واي زد، وعندي الإليمنت بالشكل التالي، ما رسمته مش صحيحة كثير، مش كثير يعني إشي مهم، أنا بدي أوصل فكرة صغيرة يعني. هاي النقطة اسمها بي، هاي النقطة اسمها بي، فلو وصلت بين الزوايا هاي وهاي وهاي، هذا أوبليك بلين، أوبليك بلين أي سطح مائل، مثل ما أخذنا بالتودي إذا بتتذكروا كان الستريس إليمنت هيك، وأخذنا مائل بزاوية ثيتا، إحنا هون نفس الإشي أخذنا أوبليك بلين بالثري دي. هسا هذا الأوبليك بلين لو أخذته على جنب في على ستريس ريزلتنت، وحكينا المرة الماضية عن ستريس ريزلتنت بال 2 دي، راح يكون في عندي ستريس ريزلتنت على الإكس، ستريس ريزلتنت على الواي، وستريس ريزلتنت على الزد. شير إكس أو ستريس إكس ريزلتنت إكس ريزلتنت واي ريزلتنت زد. هسا لو مديت عمودي على الفيس هذا، أو مديت عمودي على الفيس هذا سميته اكس بار، فبتكون عنده ستريس اكس بار، وهذا المنحنى هو منحنى النورمال، هذا منحنى النورمال. هسا النورمال هذا كفيكتور راح يكون عبارة عن دايركشن كوساين، ها نفوت بشي جديد، هو ال اي هات زائد ام، هذا يونت فيكتور، الان هو يونت فيكتور، فشو اليونت فيكتور بكون كوساين الزوايا عن كل محور في n كي هات. ال والام والان هم دايركشن كوساين، يعني هم كوساين الزاوية، كوساين الزاوية، يعني ال هي عبارة عن كوساين الثيتا مثلا، الام هي كوساين الزاوية، والان هي كوساين، الكوساين بين مين ومين؟ هي بين المحور والمحور، يعني بين محور اكس وهذا، بين محور هاي هي ال، هي مش ال، كوساين انفرس لال، هي دايركشن كوساين، بس انا خلص بمثلها هيك، وهاي مع الواي وهاي مع الزد، هذول هم دايركشن كوساين، هاي هي الزوايا. طيب هسه لو هاي ضربتها بأي اشي زي مساحة، يعني لو ضربت الان بالاريا فانا بوجد الدايركشن تبع الاريا مثلا،
لو أخذ بدي فورس فبنفس الطريقة. بس أنا لو هسه مثلا تي إكس، هاي تي إكس شو بدها تساوي؟ لو أنا بتعمل مجموعة في إكس وصار صفر زي اشتقاق هذيك المرة، راح أقول إنه تي إكس هي ستريس. فإذا ضربتها بالأريا، الأريا دايركشنها هي AL زائد AM زائد AN، يعني AL هي AX، AM هي AY، AN هي AZ. فبالتالي فأنا سيجما اف اكس تساوي صفر، فأنا بقدر أطلع الفورس ريزلتنت واللي هي ستريس اكس في الاريا بشكل عام، مش ستريس اكس، ريزلتنت اكس هي النورمال ستريس تبع الاكس في الاريا اكس زائد الشير اكس واي في اي واي زائد الشير اكس زد في اي زد. هيك اتفقنا، هذا الفيس اكس ستريس زد تار فيس اكس. اخذنا بالتو دي كانت ستريس اكس وشير اكس واي وكانت الثالثة صفر. فبالتالي انا لو شطبت الاي مع الاي مع الاي مع الاي بيطلع عندي الريزلتنت اكس عبارة عن ستريس اكس. هي الاي اكس ايش هي؟ هي اي في ال، فهي ستريس اكس في ال زائد شير اكس واي في ام زائد شير واي زد اكس زد قصدي في ان. هاي المعادلة مهمة كثير. بنفس الطريقة لو اخذت سيجما اوف واي سيجما اوف زد راح احصل الريزلتنت اللي انا حكيتهم. طيب هسه نيجي لاشي كثير مهم، اللي هو لو انا بدي ترانسفورميشن، يعني انا بدي ستريس اكس بار شو بدها تساوي؟ بدها تساوي ستريس اكس بار زي ما اتفقنا، كانت الرسمه راحت الرسمه طبعا، انه في عندي اكس بار هون والريزلتنت هون، في عندي ريزلتنت تبع الاكس والريزلتنت، هذا ريزلتنت اكس وهذا ريزلتنت واي وهذا ريزلتنت زد. كل واحد بيعمل زاوية اسمها ام، هاي هاي دايركشن ال قصدي، وهاي دايركشن ام وهاي دايركشن ان. فاذا بدي احلل الزد هاي على الاكس واحلل الواي هاي على الاكس برايم قصدي، واحلل التي اكس ستريس ريزلتنت اكس هون، فانا راح اوصل لنتيجة نهائية انه ستريس اكس بار بيساوي تي اكس في ال زائد تي واي في ان. احنا بنضرب في كوسين الزاوية دائما، اي زاويتين اي منبرين او اي تو فيكتورز بيعملوا مع بعض زاوية، فبنضرب في كوسين الزاوية زائد ريزلتنت زد في ان. طبعا سميناهم ال1 ان1 يعني بس هيك، يعني ما في داعي تسميه 1 و 2. 1 و 2 يعني هي بس بتدل على الريزلتنت يعني بشكل عام، يعني ال1 يعني x، ال2 يعني y، ال3 هي z. يعني اذا انا اخذت الفيس x فيس y فيس z، بس هي كل الفكره. احنا خلينا على فيس واحد مبدئيا. هسه تي اكس لحاله هاي قانونه بعوضه، تي واي بكون انا طلعت قانونه بنفس الشكل. تي واي بس يعني الفرق بصير عندي انه هاي بتصير شير اكس واي، هاي بتصير ستريس واي، هاي بتكون واي واي زد، بتكون ايش واي زد. تي تي زد ريزلتنت زد راح تكون هاي اكس زد، راح تكون هاي واي زد، وهي راح تكون نورمال ستريس زد، بس هذا الفرق. فالمهم بوصل لنتيجة نهائية انه ستريس اكس برايم، طبعا قانون كثير طويل، هو كالتالي ستريس اكس في ال واحد تربيع زائد ستريس واي في ام واحد تربيع زائد ستريس زد في ان واحد تربيع زائد اثنين في شير اكس واي في ال ون ام ون زائد شير واي زد في ام ون ان ون زائد شير اكس زد في ام في ال1 ان1. هذا هو الترانسفورميشن اوف ستريسز،
واللي هو بكون عندي فعليا عشان انتوا لا تخربطوا، بكون هو رزلتك للفيس الاول دوت يونت فيكتور للنورمال الاول. احنا في عندنا نورمال على الفيس اكس، نورمال على الفيس واي، نورمال على الفيس زد. فانا كونه واحد وواحد راح يعطيني اكس اكس، ودائما كلمة اكس اكس هي ستريس، هي نورمال ستريس. في نورمال ستريس، وكوني انا ضارب على النورمال، والنورمال اتفقنا انه اسمه اكس برايم، نورمال 1 هو اكس برايم، فبالتالي هي ستريس اكس برايم. فانا زي كذا ضربت يونت فيكتور، فانا هاي فيها L1 وهي بيكون فيها كمان ايش L1، فL1 في L1 L1 تربيع، M1 تربيع، N تربيع، X معناته L، Y يعني M. هاي كيف تحفظوها؟ هاي بتقول تحفظوا Y معها M، Z معها N، X معها L، Z معها N. كمان لما اشتغل X برايم فكله وحدات. طيب خلينا نشوف، لو انا بدي Y برايم، لو انا بدي Y برايم فانا راح اشتغل طبيعي Normal Stress X، ال X لازم يكون يعني حاصل اثنين ضرب بعض، يعني L L. كوني بشتغل على الواي، الواي هو اثنين، فاثنين اثنين، فهي شو بتكون فعليا؟ ستريس اكس في ال 2 تربيع. نفس الطريقة انا بشتغل واي، فلازم اخذ ام واي واي، يعني واي واي يعني هي نفسها واي، فهي ام، فايش بتصير؟ ام تربيع، واي ام اثنين، والزد بنفس الطريقة وهكذا. ولو بدي ستريس زد، زد يعني ثلاث، زد يعني ثلاث، يعني ستريس اكس في ال 3 تربيع زائد ستريس واي في ام 3 تربيع زائد ستريس زد في ان 3 تربيع زائد 2 شير اكس واي. اكس واي يعني ال، احنا شغالين على الزد يعني ثلاث، وهاي واي فهي ان ام 3 زائد شير واي زد، واي فهي ام وزد يعني هي ان 3 3، وهكذا وهكذا، زائد شير اكس زد، اكس زد يعني في عندي ال والزد يعني عندي ان، وانا بشتغل على ستريس زد فهي 3. طيب فهي الترانسفورميشن لاكس برايم واي برايم زد برايم. طب لو بدي ترانسفورميشن لاكس برايم واي برايم، ممتاز، اكس برايم يعني واحد، واي برايم يعني اثنين. طيب ستريس اكس، ستريس اكس يعني اكس اكس، بس راح اخذ اكس للاول واكس للثاني، يعني راح اخذ ال1 ال2 زائد ستريس واي، الواي باخذ ام، ام1 ام2 ستريس زد، ان1 ان2 زائد شير اكس واي، شير اكس واي. انا في عندي ثنتين، راح يكون في عندي ثنتين، اول شيء 1 2 ال1 ام 2 زائد ام 1، بفترض ان الام هي 1 والاكس هي ال2 زائد شير واي زد، واي زد يعني انا اول شيء شغلها 1 2 كل واحد 2، واي يعني ام، ام 1 زد يعني ان 1 ان 2 قصدي، زائد ممكن يكون الحالة الثانية عندي انه ان 1 ام 2 بس، زائد شير اكس زد بنفس الطريقة. هاي بدي اكس برايم واي برايم، فلو بدي انا اكس برايم زد برايم تكون بين واحد وثلاثة الشغل كله، لو بدي واي برايم زد برايم تكون الزوايا اثنين وثلاث، يعني بس بقلب هذول، بقلب هذول، باقي ما تبقى نفسه، يعني بس افهموها بهاي الطريقة. طيب هاي القوانين الأساسية، يعني لو أنا معي الزاوية ثيتا أو الزوايا الدايركشن كوساين ال و ام و ان، سواء واحد واحد واحد، اثنين اثنين اثنين، ثلاث ثلاث ثلاث، هاي اسمها ستريس تنسور أو ستريس أو ماتريكس للدايركشن كوساين، اللي هي ال مصفوفة بنسميها ال بغض النظر مصفوف شو اسمها. فأنا لو معي هذول بقدر أوجد إكس برايم واي برايم زد برايم. طيب إحنا ما بدنا نحسب نعمل بس ترانسفورميشن، بدنا نحسب برينسيبال ستريسز، بدنا نحسب برينسيبال ستريسز.
يعني بدي اشتقه واساويه بالصفر. طيب عشان نوصل للبرنسيبال ستريسز ما بديش اخوض بالاشتقاقات ابدا، ولكن راح نوصل لاشي كثير مهم، راح نوصل لاشي كثير مهم، انه احنا نقدر نوجد البرنسيبال ستريسز باكثر من طريقه. اول شيء راح نوصل لنتيجه معينه، راح نوصل لنتيجه معينه واللي هي انه في عندي معادله اسمها ستريس كيوبيك ايكويشن، ستريس كيوبيك ايكويشن واللي هي ستريس برينسيبل تكعيب ناقص اي 1 في ستريس برينسيبل تربيع زائد اي 2 في ستريس برينسيبل ناقص اي 3 تساوي صفر. هاي هي معادلة ستريس برينسيبل ايكويشن. لو هاي انا حليتها راح يعطيني 3 ستريسز، ستريس برينسيبل 1، ستريس برينسيبل 2، ستريس برينسيبل 3، حيث البرينسيبل 1 بالعاده نسميه A، برينسيبل 2 نسميه B، برينسيبل 3 اسمه C. فاحنا ايش نعمل؟ وصلنا لهذول، وصلنا لهي النتيجه انه طلعت 3 ستريسز. طيب كيف هاي بدي اوجدها؟ كيف انا هاي بدي اوجدها؟ في عندي طريقتين للحل، في عندي اني استعمل معادلات المجاهيل واحلهم، والطريقه الثانيه اني اشتغل طريقة اسمها كوفاكتورز اوف ماتريكس، وهاي هي المطلوبة منا في الامتحان عشان نوجد البرنسيبال ستريسز. طيب في عندي اي 1 اي 2 اي 3، شو هذول؟ شو الاي 1 شو الاي 2 شو الاي 3؟ وبدل ما احل المعادلة بالطريقة هاي انا في عندي خطوات برضو زيادة، فاحنا يلا خلينا نكتب القوانين اللي بتهمنا. اول شيء في عندي اي 1 هي الفيرست انفيريانت اسمها، اللي هي عبارة عن ستريس x زائد ستريس y زائد ستريس z، أو نفسهم بس ترانسفورميشن يعني x برايم y برايم z برايم. ال i2 هي second invariant اللي هي طبعا مش حفظ انت اشيد بكون معك ستريس x ستريس y زائد ستريس x ستريس z زائد ستريس y ستريس z ناقص شير x y تربيع ناقص شير تربيع y z ناقص شير x z تربيع. في عندي third invariant y 3 هي محددة المصفوفة التالية، محددة stress tensor stress x stress y stress z شير اكس واي شير اكس زد شير اكس واي شير اكس واي زد شير اكس زد شير واي زد او زد واي نفس الشيء، زد واي واي زد نفس الشيء. فهاي هي الاي 1 اي 2 اي 3. طيب هسه بس اطلعهم تطلع كمان شغلات واللي هم اشي اسمه ار اخوان، سوالف منها سوالف قصيدة بس هي هيك هذا مطلوب منا حفظ، طبق وامشي، خذ علامات طبق وخذ علامات. لو انك خليتهم على ريحة حاسبي صح، لكن لو جوابك غلط بتجيب صفر. اما هون لو تخربط بالار تنخصم لك علامة الار. فحسبنا الار هي ثلث اي 1 تربيع ناقص اي 2 كيو تساوي ثلث اي 1 اي 2 ناقص اي 3 ناقص 2 على 27 اي 1 تكعيب حفظ تي هي 1 على 27 ار تكعيب قوة نص. طيب في عندي كمان في عندي ايش اسمه اس، هي ثلث ار قوة نص. عندي شيء اسمه ألفا واللي هي كوساين إنفرس للسالب كيو على 2 تي. فإذا أنت طلعت هذول بيظل علي أطلع
ايش؟ ستريس اي وستريس بي وستريس سي. ستريس اي هو عبارة عن 2s مضروب في كوساين الألفا على 3، طبعا الألفا بالدجري، زائد ثلث اي 1. ستريس بي هي 2s برضه في كوساين الألفا على 3 زائد 120 زائد ثلث اي 1. ستريس سي 2s في كوساين الألفا 3 زائد 240 زائد ثلث اي 1. تمام. ستريس A ستريس B ستريس C هم عبارة عن the principal stresses. ستريس 1 ستريس 2 B ستريس C هي principal stresses، ولكن احنا نتعامل معهم جبريا. كيف يعني؟ لو فرضنا انه ستريس A تساوي 10، ستريس B تساوي سالب 5، ستريس C تساوي سالب 12، فاحنا لازم نرقمهم ستريس 1 ستريس 2 ستريس 3 عشان نقدر نوجد الدايركشن كوساين. احنا الدايركشن كوساين قلنا L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3، فلازم يكون عندي البرنسبل ستريسز عندهم دايركشن كوساين بلسز برنسبل، واللي هم ستريس 1 ستريس 2 ستريس 3. هذا كيف بحسبهم؟ بقول لك بكل بساطة، ستريس 1 هو الأعلى دائما، الأعلى رقما يعني 10. ستريس 2 مين أعلى، سالب 5 ولا هاي؟ سالب 5 أعلى من سالب 12، فستريس 2 هي سالب 5، وستريس 3 هي عبارة عن الأصغر وهي سالب 12. هاي بطلع منها L1 M1 N1، هاي طلع منها L2 N2 M2 يعني على آخره. طيب بس عشان أوجدهم في طريقتين، في طريقة المعادلات ويفضل لا تستعملها، في طريقة الكو فاكتور اوف ماتريكس، واللي هي بطلع بعنا قانون انه ال اي يعني L1 ولا L2 ولا L3 هي عبارة عن ال AI في KI، حيث ال AI يعني اذا انا بدي L1 فهي A1 K1. يلا نقول AI بشكل عام، أو خلنا A1 ونعمم عليه، هي محددة المصفوفة stress y ناقص stress 1 شير y z شير y z في stress z ناقص stress 1. فالفكرة انه لو بدي 2 بحط ستريس 2 ستريس 2، لو بدي 3 بحط 3. طيب هاي A1. طيب شو الكي؟ الكي فيها A و B و C، فطلعنا الـ A، فعندي B1 هي سالب محددة شير XY شير YZ في شير XZ في ستريس Z ستريس Z ناقص ستريس 1. ولو بدي 2 بعوض 2، سي 1 تكون شير اكس تيت في ستريس واي ناقص ستريس 1 في شير اكس زد في شير واي زد. هاي الاي والبي والسي، لو بدي 2 بعوض ستريس 2، لو بدي 3 ستريس 3. فالكي هي عبارة عن 1 على جذر التربيع إلى A1 تربيع، إذا بدي 1 طبعا، زائد B1 تربيع زائد C1 تربيع. فالـ A هي A في K، الـ M هي B في K، والـ N هي C في K. بس هذا هو بقدر أحسب منه الـ principal stresses. بقدر أحسب منه إيش؟ البرنسيبال ستريسز والدايركشن كوساين. هذا سؤال لازم يجي بالامتحان. طيب انا عشان احله راح احله على الاكسل لو جاني مثال، لانه صعب احنا نحله يدوي، صعب احنا او يدوي على الفيديو نقعد 10 ساعات نحله. طيب
هذا المطلوب منه بالامتحان. بالامتحان بيجي بيقول لي given stress tensor. given stress tensor اما بيعطيني volume element، بيعطيني volume element وانا بدي استخرج منه، عندي استخرج منه الستريسز. يعني انا سميناها x y z، فجأة أعطني رقم زي هيك، فأنا مثلا 10، فأنا بستنتج إنه ستريس إكس هو 10، أخذناها المرة الماضية. فأنا بدي أعطاني ستريس زي هيك، فأنا بعرف إنه شير أنا على الفيس إكس باتجاه الواي، أو كان مثلا هذا هيك فهو شير واي زد ولكن بالسالب. تمام؟ طيب، فإحنا لازم نركز على هذا الإشي، لازم نركز على هذا الإشي. يا بيعطيني إياها زي هيك، يا بيعطيني إياها مصفوفة، ما بيعطيني إياها أرقام. لو اعطاني اياها زي هيك قال لي انه هاي ستريس تنسور، فاجا حكى لي سالب 19 سالب 4.7 6.45 سالب 4.7 4.6 11.8 6.45 داش بوينت 8 سالب 8.3. طيب هذول الستريسات، طبعا هاي عبارة ستريس اكس ستريس واي ستريس زد، هاي شير اكس واي، فبالتالي مباشرة هاي نفسها هاي واي اكس هاي شير اكس زد، فمباشرة اكس زد نفسها، هاي ظلت واي زد وهاي ظلت واي زد او زد واي. طيب هذول شو بعمل معي؟ هذول بدي اوجد انا ايش برينسيبل استريسز، برينسيبل استريسز والدايركشن كوساين تبع البرينسيبل استريسز. فشو بعمل انا؟ بحط يعني هي مش اكسل طبعا بالامتحان يدوي، بس انه هم اللي كانوا معي، اللي كانوا معي عبارة عن سالب 19 سالب 4.7 6.45 سالب 4.7 4.6 11.8 6.45 11.8 والأخير سالب 8.3. فأنا برمجت الإكسل طلع لي I1، اتفقنا إنه I1 هو حاصل جمعهم، جمع diagonal اللي stress x stress y stress z، وحكينا I2 في لها قانون وI3 في لها قانون. وكلنا بنحسب الـ Q والـ R والـ T والـ S، بعدين بحسب ستريس A ستريس B ستريس C. يلا نيجي لهون، أعلى رقم هو 11 فهو ستريس 1، أعلى ثاني رقم أعلى رقم هو C فهو ستريس 2، أصغر رقم هو C فهو ستريس 3. فأنا هيك قدرت أحسب الـ Principal Stresses. هذول هم Principal Stresses من القانون. هسه شو بدي أعمل؟ بدي أطلع الـ Principal Planes، تطلع الـ Principal planes. فشو بعمل؟ بدي اطلع A1 و A2 A1 B1 و C1. فيلا A1 حسبتها من القانون اللي حكينا عنه، B1 حسبتها من القانون، C1 من القانون، فبطلع K1. ف K1 في A1 K1 في A1 بيعطيني ايش؟ K1 في 1 بيعطيني ايش؟ L1. فهي direction cosine اول، K1 في B1 بعطيني دايركشن كوساين الثاني، K1 في C1 بعطيني دايركشن كوساين الثالث اللي هو Z. نفس الطريقة بكررها لاثنين، نفس الطريقة بكررها لثلاث. طيب هاي هي كل السلافة. طيب هسا بدنا نيجي، بدنا نيجي للحالة الثانية من الأسئلة، واللي هي إنه إحنا يعطينا ستريس تنسور زي قبل شوي 50 مثلا، أي ستريس تنسور معين ستريس واي ستريس تنسور زي قبل شوي ستريس نومي، هاي هاي المصفوفة، هاي المصفوفة يعطيني اياها ويقول لي احسب لي الستريسز ات مثلا L1 N1 M1، يعني يعطيني على زوايا معينة دايركشن كوساين، يعطيني دايركشن كوساين ويقول لي احسب الستريس اكس برايم واي برايم وزد برايم. فاحنا بس بنطبق القوانين اللي اخذناها. يعني انا لو كان معي هذا الشكل وانا كانت معي L1 و L2 و L3 معطيات، فانا بقدر احسب الستريس اكس برايم من القوانين اللي درسناهم اول الفيديو، القوانين اللي حكينا عنهم. فبنقدر نعمل هذا الاشي يعني كاكسل ونحل لنا اياه.
طيب هسا بدنا نعرف شغلة. لما نيجي نحكي عندنا الشكل التالي، عندي هذا محور اكس، هذا محور واي، هذا محور زد. يجي احكي لي هذا محور واي اكس برايم، هذا محور واي برايم، محور زد برايم منطبق على الزد الاصلي يعني عادي حر هو، فهذا اكس برايم واي برايم زد برايم. بس دائما نعرف ان الدايركشن كوساين فروم لوكال تو جلوبال، فروم لوكال تو جلوبال يعني انا لما اجي اقول ال1 يعني انا بمشي من اكس لاكس، فهاي الزاويه هي ال1، هاي الزاويه من اكس برايم لواي هي 1، فهي دائما اكس برايم يعني 1، وبين اكس وواي في عندي ام فهي ام 1. من اكس برايم لزد برايم هي ان 1، يعني من واي برايم لاكس برايم ها هيك الزاويه، هيك الزاويه اتجاهها من لوكال تو جلوبال هي ال 2، من واي برايم لواي هي ام 2، من واي برايم لزد من واي برايم لزد هي ام 2. هسه من زد برايم لاكس هي ام، اي هي ال 3، من زد برايم لواي برايم، من زد برايم لواي قصدي هي ال 2 ام 2 قصدي، من زد برايم لزد يعني مطبقة عليها هي ان 3 اللي هي دي ان كوساين الصفر، كوساين الصفر هي 1. تمام. طيب لو فرضنا انه هاي الزاوية معطيني اياها 45 درجة مثلا، مش ال 1 ركزوا بديش تخربطه، طاني هاي الزاوية 45 درجة، فأنا بعرف إنه ال1 هي عبارة عن كوساين 45 direction cosine هي 0.7071، لازم 4 digits، لازم 4 digits. طيب أنا بدي ام1، طب سهلة هي ام1، طب أنا بعرف إنه هاي الزاوية 90، فالتالي برضو هاي 45، هاي الزاوية كم؟ كمان 45، فالدايركشن كوساين تبعها 0.7071. N1 الزاوية بين واي بين اكس برايم وزد برايم، وزد الأصلي قصدي، بين اكس برايم وزد الأصلي، بس الزاوية بينهم هي 90، الزاوية بينهم هي 90، فالان 1 هي 0 كوساين 90 واللي هي 0. الزاوية بين ان 1 اتفقنا هي الزاوية بين اكس برايم وزد. طيب هسه ال2 اللي هي الزاوية بين واي برايم اكس، نركز احنا الزاوية هاي 45، الزاوية هاي 45، واحنا بنعرف انه الزاوية بين اكس برايم واي برايم هي 90، فاذا هاي 45 هاي 45، 45 و90 فهي الزاوية كاملة هاي 135، فبقول كوساين 135 هي عبارة عن الزاوية L2، L2 هي كوساين 135 واللي هي سالب 0.7071. طيب M2 وينها M2؟ هي الزاوية بين Y برايم M2، ركز M2 شو يعني M2؟ هي الزاوية بين Y برايم و Y اللي هي هاي الزاوية، اتفقنا هاي الزاوية 45 فهي كوساين 45. طيب الزاوية بين واي برايم وزد برايم أو بين زد، واحنا بنعرف إنه الزاوية بين المحاور هي دائما متعامدة، فهي الزاوية 90، يعني أنا زي قبل شوي لما قلت لك إكس برايم وزد برايم الزاوية بينهم 90 راح تقول لي ليش؟ بقول لك يا حبيبي الزاوية أو بين إكس برايم وزد الأصلي، طب ما هو زد برايم منطبق على زد الأصلي تمام، ف
فأكيد إكس برايم هو عمودي على زد أو عمودي على زد برايم، والزاوية بينهم دائما 90، إكس برايم عمودي على زد برايم، إكس برايم هي على واي برايم، بالتالي هذه الزاوية كم؟ 90. بالتالي أي زاوية يعني واي برايم مع زد أو مع زد هي 90، إكس برايم مع زد هي 90، عشان هيك N3 N2 وM2 هي كم؟ N2 وM2 هي 90 فكوساينهم صفر، فN2 مش ايه N2 بس N2 ماليش فيها M2 لها قيمة حكينا عنها، بقول عن N2 وN1. طيب بس نيجي لـ 3، الزاوية بين Z برايم و X هي 90 فالـ L3 صفر، الزاوية بين Z برايم و Y اللي هي M3 برضو 90 فكوساينها صفر، والزاوية بين زد برايم وزد هي صفر كوساين صفر هو واحد، فإن ثري هي واحد. أتمنى تميزوا هاي الحالة، هي حالة خاصة نوعا ما، كيف إحنا نطلع الديركشن كوساين، شو هم الديركشن كوساين؟ هم كوساين الزوايا اللي من اللوكل للجلوبال، يعني لما أقول ون يعني إكس برايم وإكس برايم، والأل يعني بين إكس برايم وإكس، أم يعني بين أم ون يعني إكس برايم وواي، N1 يعني X برايم و Z وهكذا. طبعا طلعت انا الدايركشن كوساين هذول، بروح على الاكسل بشوف شو كان الستروس تنسر تبعي هذول اللي انا كتبتهم، فبقدر اطلع هذول من القانون. طيب ممكن اعمل شغلة جدا حلوة عشان اقدر احسب الستريسز استعمال آلي حاسبة، ولكن يجب أن توضح بالامتحان، يعني إذا أنا ما وضحت ما رح أحصل على علامة، وأنا ما بنصح باستخدامها إلا للتأكيد، لا أنصح باستخدامها إلا بالتأكيد. إذا أنا بدي مصفوفة ستريس برايم فأنا بقول هي مصفوفة الـ L، مصفوفة الـ L المقصود فيها الدايركشن كوساين، يعني L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3، واضربها في مصفوفة الستريس العادي ستريس تنسور الأصلي، واضربها في ال L ترانسبوز، واضربها في مصفوفة ال L ترانسبوز. ال L ترانسبوز للي بحب يشوفها هي عبارة عن L1 M1 N1، قلبت الصف لعمود، بس طبقت الضرب على الآلي حاسبة. طبعا الضرب بالترتيب، يعني بدخل مصفوفة L، مصفوفة سيجما، ومصفوفة L ترانسبوز، بعدين بقول ما هاي بسميها ماتريكس A على الآلي حاسبة، هاي بسميها ماتريكس B، وهاي بسميها ماتريكس C، بقول ماتريكس A ضرب ماتريكس B، الناتج اللي بيطلع معي بقول ضرب ماتريكس C، فجأة بيطلع معي الستريس تنسر هذا وبيطلع نفس الجواب. يعني لو انت بتحب تتأكد دخل هذول واعمل ال L ترانسبوز وال L على الآلي حاسبة، راح تقدر تطلع X برايم Y برايم Z برايم، فانت مطلوب منك توضح له كيف ضربت المصفوفات في بعض عشان تقدر تحصل على العلامة الكاملة بدون ما تغلب حالك بإيش؟ بالقانون الطويل هذا، اللي هو ستريس X L تربيع، ستريس Y M تربيع وهكذا. بس هذا هو كل شيء بخصوص الـ3D. في حالة الـ3D خاصة اني اخذ direction normal على الـ principal stresses، بس صراحة يعني هو يعني اللي هو اسمه octahedral ما بدنا نركز عليه كثير، يعني ما اتوقع انه في عليه ممكن افكار او اسئلة، فهو بس يعني معلومات عامة، فاللي بحب انه يستفيد خبرني بشرحه إن شاء الله أموره طيبة. أما هو يعني هو سهل، جدا يعني. بس وهيك بكون خلصنا الستريسز. إن شاء الله الفيديو القادم راح يكون على الاسترين، بعد هيك بضل عندنا أسئلة. يعطيكم ألف عافية.